حاجة يعني تخلينا طبعا لازم نتوجه بالتحية وبالتقدير وبالتهنئة للدكتور محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه. صباح الخير على حضرتك يا فندم، اهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي، ومليون مبروك على الانجازات المحترمة اللي بتتحقق. مبروك لمصر ومبروك لكل اسرة الكاراتيه والشعب المصري بالكامل، المنظومة بالكامل الرياضية، وده بيرجع بفضل ربنا سبحانه وتعالى وفضل اهتمام القيادة السياسية بالكامل، أول فخامة الرئيس لعبة الكاراتيه مع وزير الشباب والرياضة والجهاز الفني العظيم اللي موجود عندنا ومدربين مصر الموجودين. ما شاء الله، اللي بيحصل ده مش شيء بسيط ومش شيء هين، ده انا هودي قعدة قطعية من الحلقة بتذكر عدد الميداليات. يعني لا، حاجة محترمة جدا كابتن محمد. أول مرة في تاريخ الرياضة أول مرة في تاريخ الكاراتيه إن يوصل من دولة 9 لعيبة للنهائي من 10 موازين. ما شاء الله. لأن الكاتا مسيطر عليها اليابان، 5 لاعبين من الأوائل من اليابان، إحنا عندنا برضه أي أشياء من النادي الأهلي ضد منتخب مصر. خدت في الكاتا المركز السابع، وده مركز متقدم أساسا بالنسبة للكاتا، لأن الكاتا هي تحافظ في اليابان. كويس جدا. طيب إحنا خدنا 9 موازين. كابتن محمد، انا ممكن اسالك تفصيله ممكن تيجي في ذهن ناس كتيره جدا، وانا من الناس اللي عايزه اعرف الاجابه على هذا التساؤل. يعني فكره هنا الطفره اللي هو احنا كنا في الكاراتيه كده كده عندنا يعني رانكينجز كويسه، ولكن الطفره اللي حصلت دي زي ما حضرتك بتقول اول مره تحدث في تاريخ مصر، وراها اكيد قصه، وراها اكيد كواليس. خلينا نعرف من حضرتك برضو يعني لو تسمح لنا بس سريعا. اتفضل يا كابتن محمد. ماشي. اولا في البريمير ليج اللي هو الدوري العالمي، اول مره تحصل في تاريخ الاتحاد الدولي في مصر ان دوله تصل لتسع نهائيات في من اصل 10 موازين. الطفره اللي حصلت في مصر، احنا بقى لنا 4 سنين عاملين دوريات داخل مصر وبطولات في كل محافظات مصر، مقسمين الجمهوريه للقطاعات ثم نهائيات، فده خرج عندنا عناصر كثيره جديده وكويسه جدا، وطول السنه احتكاك وتصفيات داخليه للمنتخب وتصفيات لبطوله الجمهوريه. بقينا بطوله الجمهوريه من دور الثمانيه بنلعب لعيبه دوري، فاصبح اكبر عدد ماتشات اتلعبت في تاريخ اللعبه الرياضيه مع كاراتيه هي بالنسبه لنا هي في مصر من 4 سنين. حلو. الاولاد لعبوا عدد مواسم كثيره، عدد مباريات كثيره جدا، فساعد على رفع مستواهم بخلاف الجهاز الفني العالي، ومدربينا برضه في الانديه كلهم فايقين برضه عندهم لصالح اللعبه كلها، كل مدرب يفتخر ان هو عنده لاعب واثنين وثلاثه منتخب. بس عايز اقول لك ان في لعيبه من الاقاليم كمان موجوده، فده برضه نقله كبيره للكاراتيه. فالحمد لله رب العالمين سيطرنا على مستوى على الاول والثاني، بعدين ده في مراحل يعني هنوصل ل5 ميداليات. ده الاقي اليابان مثلا جايبه 3 ذهب، يعني جايبه 5 ولا 4، يعني 3 ذهب. احنا لما نوصل ميدالياتنا 5 ذهب 5 فضه 3 برونز بخلاف المركز الخامس والسابع، ده انجاز فوق الخيال بالنسبه لدرجه رئيس الاتحاد الدولي قاعد يقول مش ممكن 9 نهائيات فيهم مصر. ده معنى ذلك انك بتلعب بطوله جمهوريه، وده من 54 دوله موجوده في هذه البطوله، والعدد 250 لاعب ولاعيبه، فده برضه انجاز كبير لمصر. طبعا انجاز كبير وشيء مشرف، اكيد بنهني حضرتك عليه وبنهني كل القائمين يعني على الاتحاد. الحقيقه شيء عظيم جدا، وان شاء الله ان شاء الله في القريب العاجل نقول بقى لمشاهدينا في كل مكان المزيد من الانجازات اللي تحققت ان شاء الله او اللي هتتحقق الفتره الجايه. احنا شاكرين لحضرتك جزيل الشكر وجودك معانا في حلقتنا النهارده.